أستاذ عبد الواحد وولاد مولودة، برأيك هذه الأزمة أو هذا الوضع الإنساني، هذا النزوح بين حدود الدول مدفوعا بموجة العنف التي تجتاح هذه المنطقة، هذه الدول أيضا التي تستقبل اللاجئين والنازحين كالنيجر مثلا، هل هي قادرة على استيعاب هذا الوضع الجديد؟ لا، هي في الحقيقة يعني تعيش منطقة الساحل جنوب الصحراء هي أوضاع كارثية. هنا لا نتحدث عن الأزمة قدر ما نتحدث عن أزمات، فطبيعة الموقع الجغرافي لمنطقة الساحل والصحراء تفرض عدة متغيرات، يعني ما بين أو نتحدث هنا عن لا نتحدث عن مفهوم أو الجماعات الجهادية هي أو الإرهابية هي المسؤولة الوحيدة عن يعني خلق العنف في منطقة الساحل والصحراء، قدر ما نتحدث عن يعني دواعي متعددة، وهو ارتباط العنف بالإرهاب في مختلف أو ارتباط التمرد بالإرهاب في مختلف دول الساحل جنوب الصحراء. نتحدث يعني عن الأزمات السياسية لهذه الدول، نتحدث عن مسألة الاحتجاجات حتى على مستوى خطف الأطفال عبر نيجيريا وبوركينا فاسو وكذا النيجر، فهي ليست الجماعات الجهادية أو الجماعات الإرهابية المسؤولة الوحيدة، وإنما هناك حركات مسلحة أخرى في يعني تتمثل في قطاع الطرق وحركات أخرى استغلت الفراغ الدولة في منطقة الساحل جنوب الصحراء. طبعا هذه الدولة أو طبيعة أو هشاشة هذه الدولة لا يسعها أو لا يمكنها أن تستعيد يعني بقية أو النازح حين سواء من بوركينا فاسو سواء من نيجر نفسها سواء من نيجيريا، نظرا للمنظومة الدولة في منطقة الساحل جنوب الصحراء. يعني نتحدث عن البعد الجغرافي، نتحدث عن مسألة التعددية أو عن مستوى الاحتقان الاجتماعي بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، نتحدث أيضا عن التعددية العرقية، كذلك نتحدث عن يعني اصطدامات أو صراعات حتى يعني بين الساكنة فيما بينهم بين المزارعين والرحال إلى آخره. إذن هنا الدولة أو السلطة المركزية في الساحل جنوب الصحراء تجد نفسها ليست يعني أو لا يمكنها أن تعالج المنظور الإرهابي، وإنما هي متوازية ما بين التمرد والإرهاب من جهة أنها طيب. عليها ثقل المعالجة أو ثقل درء الجماعات طيب. الإرهابية، في المقابل لديها ثقل معالجات الحركات المسلحة. طيب. نعم.